السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في قناتكم مروان هيستوري. سعيد بلقيتكم مرة أخرى. مرحبا بالجميع، نتمنى تنخرطوا في القناة وتدعمونا باش نستمروا في نشر الجديد والمفيد. اليوم غنهضروا على واحد الموضوع مهم، واحد الموضوع حي الرأي العام المغربي، هو موضوع الخيانة. كما تيقول الكاتب في الكتاب ديالو، كن خائنا تكون أجمل. لا بالعكس، كن وطنيا تكون أجمل. اليوم غنهضروا على قضية أشهر وأكبر خائن في المغرب، هو الخائن الصحفي محمد الراضي الليلي. كيفاش كان محمد الراضي الليلي؟ مغربي وطني، تأيد المملكة المغربية، تأيد الشعب، تنشر الأخبار، كتسمعوا ليلا نهارا، كتبغي غير تصنط لي على ذلك اللهجة، على حسب اللهجة الحسانية ديالو. ما بين ليلة وضحاها تسمعنا أنه أصبح خائن مغربي، ولا ضد المملكة المغربية، تأيد البوليزاريو، تأيد الجزائر، يقول لك بأن الصحراء الغربية ماشي ديال المغرب وإنما احتلتها. والأكثر من ذلك تقول أن الدولة المغربية هي دولة محتلة للصحراء الغربية، احتلتها. إذن الإخوة رحبوا معايا بأشهر صحفي خائن، هو محمد الراضي الليلي، اللي غادي يتقلب 160 درجة على المغرب. كيفاش كان وكيفاش ولا من صحفي مواطن مغربي إلى خائن مدلول في دول أخرى؟ إذا بغا تعرف الحقيقة تبع معي الحكاية من البداية. 1975 غادي يتولد محمد الراضي الليلي في إقليم قلميم بالمناطق الصحراوية. هو ابن الصحراء، غيعيش واحد الحياة مأساوية، واحد ظروف صعبة، لأن الأبوين ديالو غيتفارقوا غيطلقوا، وبالتالي غيعيش غير مع الجدة ديالو والجد ديالو، غيعيش واحد ظروف صعبة. هادشي خلاته غيقاسي مع الحياة. من بعد غيقرا في الكوليج، ومن بعد غياخد البكالوريا. وفي هاد المرحلة كان دائما تيتعرض لانتقادات، يتعرض للألقاب، تيتنعت من طرف أطفالو وصحابو لبعض الأمور. هادشي خلاته تولد عنده واحد الشخصية قوية، وبغى يغير هو من الحياة ديالو، وبغى ينجح وتيقلب على سبل الحياة. فهنا كان تيقلب على شي حاجة اللي تؤدي به إلى الشهرة، باش يبين المناطق اللي تسكن فيها بأنه مشهور، بأنه واعر، بأنه كذا. وهكا استمر الحال. وفاش خدا البكالوريا غادي يمشي مباشرة يلتحق بالجامعة ديال محمد الخامس بالرباط، باغي يكمل القراية ديالو تما. وفعلا تمكن من النجاح في الجامعة، وغادي يتخرج كصحافي من جامعة محمد الخامس. هنا غادي يبدا يتقرب للتلفازة باش يولي مشهور، باش تولي يبان في التلفازة. وفي ذاك الوقت اللي كان تيبان في التلفازة راه هو اللي مشهور ومعروف. تيخدم 10 سوايع في اليوم، اللي كان تيدوز فيها تمارين نيت كمساعد للمدير ديال الإذاعة. وهكا استمر في هذه الخدمة من 2001 ل 2010. هنا غتحسن شوية الوضع ديالو، غيولي ياخذ 5000 درهم في الشهر. هنا غينتقل من مدير مساعد إلى حاجة أخرى. لكن في 2012 غتكون واحد طريق أخرى، واحد المسار أخر، غينتقل من قطاع ديال الإذاعة والتلفازة إلى وزارة التعليم، كتابع لوزارة التعليم في التلفازة المغربية في القناة الأولى. وهنا غيتشهر، وغتولي عنده واحد الشهرة كبيرة وعند المكانة، وغيتشهر ما بين الجميع، وغيولي يسافر وينتقل إلى دول أوروبية، أمريكية، آسيوية، أوروبية، غيتولي عنده سمعة كبيرة وشهرة كبيرة. إذا أجي ندخلوا في الموضوع نتعمقوا فيه. 2001 غادي يجي محمد الراضي الليلي، وفي 2001 غيخدم محمد الراضي كمسؤول على الانتاج واحد البرنامج سميتو صباح سعيد، غيخدم تما لمده طويله. وغادي هذا البرنامج كان تيستقبل ضيوف مختلفين في مجالات وميادين مختلفه. وهكا استمر في هذا البرنامج مده طويله، حتى سال البرنامج وغيدوز خدمه اخرى. هذه المره غيدوز كناشر الاخبار، وهنا غادي يتشهر وغيتلمع، وغتولي عنده مكانه وسمعة كبيرة وسط المغاربة. اللهجة الحسانية الصحراوية اللي كانت زوينة عنده ما تسخاش، تبقى غير تسمع ليه. في هاد الأوقات وبعد ما كسب الشهرة، غادي تعيط لي واحد القناة أو لواحد القناة إيرانية باش يولي رئيس تحرير. وهنا غادي يدير يطلب سنة تفرغ باش يمشي لإيران، لكن غيرفضوا لي. هنا غيقدم لهم استقالة وغيمشي لإيران، ولكن السيد غيضرب شهر تما وغيلقاو بأنه خاوي ما فيدوش، غادي يجريو عليه وغيرجع للمغرب. فغيرجع المغرب غيبدا يطلب ويزاوب. هنا غادي يدخلوا ليه بعض اللوبيات اللي كاين عندهم في الصحراء، بعض البرلمانيين في حزب الاستقلال، فغادي يدخل للتلفاز المغربيه عن طريق وزاره التعليم كملحق. غيخدم ولكن غيفرعن وغيدير انتقام، وغيحاول يهدد المسؤولين والزملاء اللي معاه، وغادي يدير بزاف ديال الحوايج اللي غتخليه في الاخر يحبسوه من الخدمه. فواحد الصباح غيكون جاي للعمل ديالو، فالسيكوريتير ديال الباب غيسدوا عليه وما يخليوش يدخل. وهنا غيدير ضجه واحتجاج، وغيولي يهضر في المنابر، وغادي يطلب الاستعطاف، وغيبدا يهدد فيهم، غيقول بان نقول الحقيقه. ودوك اللوبيات اللي كانوا معاه ما غاديش يفيدوه وما غيعاونوش في هذا الشيء. وهكا بدا تنشر الحقيقه بشويه بشويه. وفاش تسدوا لي كاع البيبان في المغرب، غادي يحاول يمشي لفرنسا بمساعده المخابرات الجزائريه، وغيبدا يبين الحقيقه تما، وغيولي انفصالي، وغيولي يقول الصحراء ماشي مغربيه.
وإنما هي دولة محتلة. المغرب احتل الصحراء وهكا غيولي يضامن ويتحالف مع البوليزاريو، وباش كملها وجملها غيمشي حتى لتندوف وغيبدا يصور تما وغيبدا يدير يقول علامات تتبين بأن الصحراء الغربية ماشي مغربية وإنما المغرب احتلها. إذا وصلنا لنهاية الحلقة، هذه هي قصة الخائن محمد الرادي الليلي اللي كان وطني من بعد غينقلب على المغرب وغيولي انفصالي وتيحالف الجزائر والبوليزاريو وغادي يمشي لفرنسا وغيتجنس تما، وكما تقول المثل الجحيم للخوانة وأعداء الوطن. إذا هذا الشيء اللي كاين. السلام عليكم.